عليكم. أنا بعتذر عن فيديو اليوم، ما كانش قصدي فيه إنه إحنا يعني نتجوز عن نسواننا، وأنا زلم مبسوط وراضي ومكيف، وها يعني الحمد لله اللي راضيات فينا، الحمد لله اللي إحنا بناكل خبز، إحنا مش ملاقيين ناكل خبز أصلا. وأنا ما كانش قصدي إنه إحنا نتجوز عن نسواننا، أو يعني أقول للناس إنه يتجوزوا عن نسوانهم، لأني ما بنصحهم، مش لأنه إحنا مش يعني قد إنه إحنا نتجوز عن إخواننا يعني، ومليح اللي إن صابرات علينا. وأني ما كنتش قاصد بالفيديو إشي، بس أنا صحيت الصبح من النوم لقيت مرتي حاطة ديتول بالحمام بفكره كوك كولا، وشربته وبطلت أعرف عن حالي أنا شو قاعد بسولف، وأني مش داري عن حالي شو قاعد بسولف لغاية الآن. شكرا لكم وسامحوني.